على هذه الفرصة الرائعة، والرائع لا يخرج منه إلا رائع. هذه الأكاديمية التي أعادت خلينا نحكي القضية الفلسطينية إلى الواجهة الأكاديمية والواجهة البحثية، وأعطت المتطوعين والدارسين فيها فرصة للتعرف على الكثير من القضايا الإدارية والتنمية البشرية وكل المجالات ذات صلة بتقوية الموقف في القضية الفلسطينية. قبل ما أعرف بنفسي بدي أسأل إن الصوت والصورة واضحات يعني عند جميع الدارسين، ويا ريت نشوف الرد من الإخوة والأخوات المتواجدين. إياد صيام من أبناء مخيم غزة في الأردن، من مواليد العام 1986. حصلت على بكالوريوس كيمياء من جامعة آل البيت في العام 2009، وفي العام 2016 حصلت على ماجستير علم نفس تربوي من جامعة عمان العربية، والآن أكمل دراسة الدكتوراه في علم النفس التربوي في جامعة اليرموك في الأردن. عملت منذ تخرجي في العام 2009 حتى العام الماضي في نهايته معلم في مدارس وكالة الغوث في مخيم البقعة، ثم انتقلت من شهر تشرين ثاني من العام الماضي للعمل مدير مساعد في مدارس وكالة الغوث أيضا. حصلت على الاعتماد من معهد القيادة في بريطانيا ومعهد الدراسات الاحترافية في أمريكا كمدرب دولي معتمد، وحصلت أيضا على مدرب معتمد في برنامج الكورت لتعليم التفكير، وأتشرف بأن أكون جزء من كادر التدريب في هذا اللقاء في أكاديمية دراسات اللاجئين التي لها فضل بعد رب العالمين، وأتشرف بأني كنت أحد طلابها في دبلوم دراسات اللاجئين ودبلوم الدراسات الفلسطينية. طبعا قبل أن نبدأ في هذا اللقاء بدي أتحدث أو بدي أشير إلى ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه ما سيتم الحديث به في هذا اللقاء هي مفاتيح للدخول لعالم التخطيط وصناعة الأهداف، يعني ليس كل شيء متعلق بهذا الباب سنتحدث به، وإنما هي مفاتيح حتى ننتقل أو ننطلق منها إلى العالم الأوسع المتعلق بها. النقطة الثانية أنه عند بناء المادة التدريبية صدقا بنيتها على موضوع التفاعل، انه لابد حتى وان كنا نتعلم عن بعد فاتمنى ان نجد تفاعل، لانه في كثير من النقاط راح نطرح عليها اسئله ونحاول نشوف يعني وجهات النظر المختلفه. النقطه الثالثه انه المزهريه بمصطلحنا البسيط التي تحتوي على الورود، تعدد الألوان فيها هو الذي يعطيها الجمال الأكبر، فالمزهرية ذات الألوان المتعددة أو ذات الورود المتعددة الألوان أكثر جمالا من المزهرية التي تحتوي على لون واحد، وبالتالي اختلاف الآراء في أي لقاء أو في أي مرحلة هو يضفي على النقاش جمال أكثر. سؤال ويا ريت أقرأ الإجابات على الدردشة، إنه ماذا نتوقع من هذا اللقاء؟ يعني عند قراءة هذا الإعلان اللي نشرته صفحة الأكاديمية على الفيسبوك وعلى مواقعها ومجموعاتها على الواتساب، ما هي الأشياء التي تبادرت إلى الذهن منذ بداية هذا اللقاء؟ جميل، أن نتعلم كيف نخطط بطريقة عملية لأهداف. جميل الأخت سمية، جميل، يعني أنه أنت تتوقعين من هذا اللقاء أن يتم الحديث عن طرق عملية للتخطيط. جميل. أيضا الأخ رائد الإلمام بموضوع التخطيط وتطبيقه في مجالات الحياة المختلفة، أيضا جميل جدا، يعني ممكن أنه نتعرف في هذا اللقاء على موضوع التخطيط. الإلمام صعب لأنه موضوع زي ما أشرت في البداية أنه كبير جدا، ولكن المفاتيح إن شاء الله سنتحصل عليها من هذا اللقاء. كيفية تحقيق الأهداف والسير على الخطة، جميل جدا، أحد المحاور الأساسية التي سنتحدث فيها في هذا اللقاء الأخت ميسون. أيضا يعني التوقعات تقريبا، يعني خلينا نتحدث إنها إن شاء الله في هذا اللقاء سيلبي، لن أقول
أو لن أتحدث أنه سيلبي كل ما هو مطلوب، وإنما سيلبي جزء كبير جدا من هذا، من الأشياء المطلوبة. أيضا توظيف الخطة بشكل منطقي للوصول إلى الهدف جميل جدا. طيب الآن ننتقل إلى أهداف اللقاء. في هذا اللقاء سنتحدث عن ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول سنتحدث فيه عن نظرة عامة حول التخطيط وصناعة الأهداف. هذا المحور سيتضمن مفهوم التخطيط ومفهوم الهدف، أنواع الأهداف، وأيضا نموذج الهدف الذكي Smart Goals أو الأهداف الذكية. المحور الثاني سنتحدث فيه عن التحليل الذاتي والانطلاق بعملية التخطيط، وسنتحدث عن ثلاث نقاط أساسية. أولا نموذج تحليل SWOT، عجلة التوازن وكيفية إدارتها، ثم ننتقل لتحديد الأولويات وتصنيفها. المحور الثالث سنتحدث عن تنفيذ الأهداف، وهنا سنتحدث في تنفيذ الأهداف عن كيف نترجم الأهداف من أفكار ذهنية إلى أهداف مكتوبة على الورق تدخل حيز التنفيذ. أيضا كيف نترجم هذه الأهداف المكتوبة أن لا تبقى لا خطط ذهنية، يعني إحنا في النهاية ما بدنا الأهداف أفكار ذهنية ولا بدنا إياها أفكار مكتوبة، وإنما نريدها تطبيقا عمليا على أرض الواقع. أيضا كيف نقوم بتنفيذ هذه الأهداف وفق الخطة المعدة لها مسبقا، كيف نتابع، كيف نقيم هذه الأهداف، وكيف نتلقى منها التغذية الراجعة في كل مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الأهداف. قبل أن نبدأ، وزي ما حكيت في البداية الأخوة والأخوات اللي انضموا إلنا حاليا في هذا اللقاء، كثير راح أطرح من الأسئلة وأتمنى أني أجد إلها تفاعل، وتفاعل سريع لأنه ما راح نوقف عندها لأنه عندنا الوقت ضيق والموضوع كبير وواسع. قبل أن نبدأ، هذا شكل أو هذه ثلاثة أشكال تتحدث عن العلاقة بين التخطيط والأهداف. الشكل الأول يشير إلى أنه التخطيط يأتي قبل الأهداف. الشكل الثاني يشير إلى أن الأهداف تأتي قبل التخطيط. الشكل الثالث العلاقة بين الأهداف والتخطيط هي علاقة تبادلية تكاملية. من وجهة نظر الإخوة والأخوات الموجودين معنا في هذا اللقاء، أيهما تعتقد أنه الأكثر دقة، الشكل الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثاني الأخت مرام، الثاني الأخت ميسون. يعني الأخت مرام والأخت ميسون بيعتقدوا أنه الأهداف هي التي تأتي قبل التخطيط، الأخت سمية والأخت ريم تعتقدان أن العلاقة بين الأهداف والتخطيط هي علاقة تكاملية، الأخت سحر التي انضمت إلينا قبل قليل، يعني ما شاء الله تفاعل سريع جدا إلها، هي والأخت وفاء بيعتقدوا أن التخطيط يأتي قبل وضع الأهداف. جميل جدا. طبعا أيضا بحب أنوه بما أن في بداية هذا اللقاء أنه بعض القضايا رح يعني ما رح نجزم أو ما رح نعطي فيها قرار نهائي، رح نتركها لي عقل الدارس أو عقل الشخص اللي يتلقى هاي المعلومة حتى يفكر فيها بشكل أكبر. إذن في عنا ثلاث أشكال راح نلاقي أو راح نحكي أو راح نتحدث عن كل واحد فيها ومين الأكثر دقة، طبعا من وجهة نظر شخصية، وكل شخص فينا له وجهة نظر وهو صاحب قرار. ما المقصود بالتخطيط؟ نرحب بالإخوة والأخوات اللي بينضموا إلنا تباعا. ما المقصود بالتخطيط؟ الإخوة والأخوات، ما المقصود بالتخطيط؟ نسمع أو نقرأ الأفكار الموجودة لديهم عن التخطيط. مراحل سير العمل، جميل، تنظيم العمل كمان. ما المقصود بالتخطيط؟ عرض الإمكانيات المتاحة، جميل. تحديد الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق الأهداف، جميل. ماذا نريد أن نعمل، جميل. وضع الأولويات، جميل جدا. الآن راح نعرض مجموعة من المفاهيم، وضع أهداف والعمل على تنفيذها، رسم طريق لتحقيق الهدف، فكرة شاملة للعمل، جميل. ما هي العوامل التي تساعدنا
على شو؟ وضع الأهداف مع مواعيد محددة. جميل الأخت حليمة. المفهوم الأول تتحدث على أو التعريف الأول لمفهوم التخطيط أن التخطيط هو المواءمة بين ما هو مطلوب وما هو متاح عمليا، فهو يعني تعبئة وتنسيق وتوجيه الموارد والطاقات والقوى البشرية لتحقيق أهداف معينة، ويتم تحقيق هذه الأهداف في فترة زمنية معينة تحددها الخطة، وتعمل كل خطة على تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة عمليا. يعني في بعض العبارات أشار إليها الإخوة والأخوات عند السؤال عن مفهوم التخطيط. أيضا من التعريف لمفهوم التخطيط أن التخطيط هو تحديد الأهداف المراد تحقيقها ورسم خطة السير إليها وتحديد وسائل ذلك السير، مع وضوح التصور لما يمكن أن يحدث أثناء العمل من المستجدات والتطورات، ووضع ما يناسب ذلك من طرق التعامل، مما بات يعرف أو يسمى بالخطة والخطة البديلة، شرط أن يستهدف ذلك أكبر قدر ممكن من المكاسب وأقل قدر ممكن من الخسائر. إذن في هذا المفهوم العناصر الأساسية موجودة، لكن يختلف عن المفهوم السابق أنه في هذا المفهوم تطرق إلى ما يسمى بالخطة البديلة، بالخطة الأساسية التي يضعها الشخص والخطة البديلة. أيضا التعريف الثالث والأخير لمفهوم التخطيط أن التخطيط هو مرحلة التفكير. يعني التخطيط هو عبارة عن تفكير، عملية تفكير تسبق التنفيذ، وهو جهد موجه مقصود ومنظم يهدف إلى تحقيق أقصى منفعة بأقل التكاليف، ويرتبط بكل المجالات والقطاعات ويتوسط كل العلوم. هاي العبارة بدي أوقف عندها، يتوسط كل العلوم. بمجرد أن أتحدث عن مفهوم التخطيط، فالتخطيط يشمل جميع مناحي الحياة وجميع مستويات العمل. الأصل في كل فرد أن تكون لديه خطة وأن يعمل على التخطيط، مهما كان هذا الفرد، مهما على منصبه أو مهما دنا منصبه، مهما كان الموقع الإداري أو الموقع الوظيفي الذي يشغله. الآن لو نظرنا إلى هذه المفاهيم الثلاثة أو هذه التعاريف الثلاثة مجتمعة، سنجد أن التخطيط هو تصور ذهني أو مكتوب. شو يعني تصور ذهني أو مكتوب؟ يعني في بعض الأشخاص أو بعض الأفراد تجد أن لديه خطة، لكن هذه الخطة ليست مكتوبة. إذن هو يخطط ولكن هذه الخطة ليست مكتوبة، في حين أن البعض الآخر والأكثر صحة أنه نجد لديه خطة مكتوبة. وبالتالي معظم المؤسسات، إن لم يكن كلها، المؤسسات الناجحة نجد لدى هذه المؤسسة خطة مكتوبة، وكثير من الأشخاص الناجحين إن لم يكن غالبيتهم العظمى لديه خطة مكتوبة. إذن التخطيط أو الخطة هو تصور ذهني أو مكتوب. هناك بعض النماذج من ونماذج فردية وليست لها علاقة بالمؤسسات، والآن راح نتحدث ليش النماذج الفردية مش المؤسسات. بعض النماذج الفردية تجد أنه ناجح ويحقق أهدافه وفق خطة، لكن هذه الخطة غير مكتوبة، خطة ذهنية موجودة عنده، ولكن هذه نسبة قليلة جدا من الأشخاص الناجحين أو الأشخاص الذين يخططون بشكل جيد. في حين أن المؤسسات أو المنظمات أو الشركات نجد لديها خطة مكتوبة. مين بيعرف ليش أنه دائما الشركة أو دائما المنظمة لديها خطة مكتوبة؟ أهلا وسهلا بزملائنا وزميلاتنا اللي انضموا إلينا. سؤال كمان مرة، ليش دائما الشركات يجب أن تكون لديها خطة مكتوبة؟ وهذه أصبحت من أجل ضمان نجاح عملهم، تحديد مسار رئيسي للعمل وإن كان في تغيير خلال التنفيذ، لأنها لعدة أشخاص. جميل جدا، شكرا أخت مرام. هذه النقطة اللي كنت بدي أنا أركز عليها، إنه الشخص لتحقيق أهدافهم، الشخص بيقدر إنه يقود نفسه، لكن مجموعة الأشخاص إذا ما كان فيه شيء مكتوب واضح أمامهم جميعا لا يمكن أن يحققوا الأهداف أو يسيروا وفق خطة معينة. لذلك دائما الشركات تكون لديها خطط مكتوبة وليست خطط ذهنية. هناك مثلا مجلس إدارة، هناك إدارة عليا للمؤسسة أو للمنظمة
هي التي تخطط ذهنيا، ولكن تنقل هذا التخطيط الذهني إلى تخطيط مكتوب حتى يتم نشره على جميع أفراد أو جميع عفوا على جميع الأفراد العاملين في هذه المؤسسة أو الشركة. وخصوصا إذا رفقنا الخطط بقوائم المهام المزودة بالفراغات لوضع إشارة صح بالنسبة لسؤالك لحتى تبقى الأهداف صوب عيونهم. جميل، يعني لأنه في عندي مجموعة من الأشخاص هم الذين يعملون على تحقيق الهدف. النقطة الثانية أو الركيزة الأساسية من الركائز التي ارتكزت عليها جميع تعريفات التخطيط أنها معدة مسبقا، يعني لا يمكن أن نقول عن التخطيط تخطيطا إلا إذا كان معدة مسبقا. النقطة الثالثة أو الركيزة الثالثة، التخطيط هو ترتيب للأولويات. التخطيط هو ترتيب للأولويات وهو أيضا توجيه للموارد. هدف عملية التخطيط الوصول لأشياء معينة. إذا في النهاية طالما أنا أخطط إذا أسعى للحصول أو أسعى للوصول على شيء لشيء معين، وبالتالي هناك هدف ناتج عفوا أعمل على الوصول إليه. أيضا جميع التعريفات التي سبقت وتتحدث عن التخطيط تتحدث عن توفير الوقت والجهد. السؤال الآن، ما المقصود بالهدف؟ ما المقصود بالهدف؟ نسمع منكم أو نقرأ تعليقاتكم إذا تكرمتوا الزملاء والزميلات الموجودين معنا في هذا اللقاء. ما المقصود بالهدف؟ عند سماع كلمة هدف، ما هي الأشياء التي تتبادر إلى ذهن الشخص؟ الشيء الذي نريد أن نصل إليه. جميل الأخت جملات. الغاية النهائية أو النتيجة. جميل، شكرا لك الأخت ريم. الإنجاز. شكرا لك الأخت ميسون. كمان ما هو الهدف أو ما المقصود بالهدف؟ الآن لو جينا إلى مفهوم الهدف، الهدف هو النتيجة التي يرغبها الشخص، النتيجة التي يرغبها الشخص أو تصور وتخطيط وتركيب النظام لتحقيق رغبة شخصية أو تنظيمية، وهي نقطة نهاية التنمية المفترضة. شو يعني؟ يعني أنه الهدف هو نقطة نهائية أرسم لها مخطط للوصول إليها أو للحصول على هذا على هذه النقطة. أيضا من التعريفات أن الهدف، وهو أشار إليه بالنص أحد الزملاء أو الزميلات، أن الهدف هو ما يسعى الفرد من أجل تحقيقه. الهدف هو نهاية عملية لبداية نظرية لتحقيق الغاية المرجوة. هذا اللي تحدثنا عنه، أنه الهدف هو نتيجة نهائية أرسم أنا لها خطة، الخطة هاي تمثل البداية النظرية في النهاية لتحقيق غاية مرجوة لدي. مستويات الأهداف، الأهداف تتعدد بين أهداف قصيرة المدى، أهداف متوسطة المدى، وأهداف بعيدة المدى. ما الفرق بين الثلاث مستويات هذه؟ ما الفرق بين الأهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، وبعيدة المدى؟ نقرأ تعليقاتكم إذا تكرمتم. ما الفرق بين الأهداف قصيرة المدى والأهداف متوسطة المدى والأهداف بعيدة المدى؟ الوقت اللازم للتنفيذ. الأخت سمية، شكرا لك. فقط يعني هل الاختلاف بين المستويات الثلاث فقط في الوقت؟ قصيرة خلال أيام. الأهداف قصيرة المدى، الأخت حليمة بتقول إنها قصيرة خلال أيام. الأخت ريم زمنيا وتراكمها يوصلنا للمرحلة النهائية، طويلة سنوات، البعيدة المستقبل البعيد. الأخت مرام متغيرة وثابتة. الأخت سحر قصيرة محدود بفترة معينة. الهدف اليومي أو هدف المستقبل. طيب لو جينا إلى هذا الشكل، تأملنا في هذا الشكل، عندي شكلين، الشكل الأول والشكل الثاني. باعتقادكم مين الشكل الأكثر دقة؟ هل إنه الأهداف تبدأ بأهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، أهداف طويلة المدى، أم أهداف طويلة المدى تتجزأ إلى متوسطة المدى ثم تتجزأ إلى أهداف قصيرة المدى؟ تبدأ بالطويلة. اثنين، الشكل الثاني. أخت ميسون يتحدث انه الاول هو الصحيح، حتى يعني نعطي التفاعل اكثر من الاخوه والاخوات الموجودين. يعني اذا افترضت انه انا بدي ابدا بوضع اهدافي،
هل أبدأ بالأهداف قصيرة المدى وأنتقل منها أصعد للأهداف متوسطة المدى ثم الأهداف طويلة المدى، أم أبدأ بالأهداف طويلة المدى تتجزأ منها الأهداف متوسطة المدى تتجزأ منها الأهداف قصيرة المدى؟ صحيح 1+2 الأخت حليمة، جميل إنه نفكر بأكثر من شيء. لا أبدا بالطويلة ثم أجزئها. الأخت علا 2، نبدأ بالطويلة. الأخ علاء، بحس ممكن أستعمل الطريقتين. جميل جدا. الأخت سوسن، بحس ممكن أستعمل الطريقتين بالنسبة للتفكير، واثنين واحد بالنسبة للتفكير واثنين بالنسبة لكتابتها. جميل جدا. الأخت حليمة، حسب الموضوع أو العمل. جميل. الأخت وفاء 2، الأخت عايدة إن قرأتها صح المتوسطة. شو يعني المتوسطة؟ الاثنين ممكن، ولكن الأنجح بنظري نبدأ بطويلة المدى. طيب أنا هيك بعمل على أجندة. جميل. الأصل في عند كتابة الأهداف أن ننتقل من الأهداف طويلة المدى لتجزأ إلى أهداف متوسطة المدى ثم نجزئها إلى الأهداف قصيرة المدى. هذا الأنسب، وهذا في أي مجال للتدريب يتم الحديث عن هذا الشيء. لكن متى أستعمل الطريقة رقم 1؟ إني أبدأ بالأهداف قصيرة المدى ثم الأهداف متوسطة المدى ثم الأهداف طويلة المدى. بدنا نسمع من الإخوة اللي كان لهم وجهة نظر في إنه بستعمل الأولى والثانية أو بستعمل الأولى. يعني متى بستعمل الأولى؟ أنا إذا كتبت الأهداف قصيرة المدى إذن أنا بدأت بالتنفيذ. الأخت ريم أيضا بالتنفيذ، لكن يمكن لما بدي أدرب على وضع الأهداف. جميل جدا. الأخت علا، جميل جميل جدا. إذا لم يحدد الهدف الأكبر بعد، جميل جدا. جميل جميل. كمان متى بستخدم الطريقة الأولى؟ لما عندي شغل الآن ضروري بخص جزئية معينة يبدأ منه. ممكن إذا كان الهدف تعلم شيء جديد، لأن الطريق طويل يحتاج لخطوات صغيرة. رائعين. يعني الطريقة الأولى، قبل ما أكمل خلينا أوقف عند الأخت علا. إذا كانت الأهداف طويلة المدى مبنية على ما قبلها، أبدأ بالقصيرة. طيب وإذا بدأت أنا بالأهداف طويلة المدى، هو بدها تتجزأ منها الأهداف متوسطة المدى ثم تنتقل إلى أهداف قصيرة المدى. فالأصل إنه جميع الأهداف أو جميع المستويات هذه تصب في خانة واحدة، وبالتالي ما في عندي أنا أهداف قصيرة المدى تخدم شيء وأهداف بعيدة المدى تخدم شيء آخر، كلها تصب في نفس المسار. إذن زي ما حكينا، الطريقة الأسلم عند كتابة الأهداف أن نبدأ بالأهداف طويلة المدى ثم ننتقل منها إلى الأهداف متوسطة المدى ثم ننتقل إلى الأهداف قصيرة المدى. لكن في بعض الأحيان أنا بستخدم الطريقة الأولى الأهداف قصيرة المدى في أكثر من موقف من أحد هذه المواقف اللي ممكن استخدامها. إذا زي ما ذكر أحد الإخوة والأخوات إنه إذا كان الشخص لا يعلم أو ليس لديه أهداف طويلة المدى، فبيبدأ بالأهداف قصيرة المدى. عند كتابة الأهداف قصيرة المدى تبدأ الصورة تتضح لديه في الأهداف طويلة متوسطة المدى ثم في الأهداف طويلة المدى. إذن إذا كانت الصورة غير واضحة عند الشخص، يبدأ بالأهداف قصيرة المدى اللي ممكن أو يسعى إلى تحقيقها على المدى المنظور القريب. عندها تصبح الصورة لديه أكثر دقة، ينتقل من خلالها إلى الأهداف متوسطة المدى ثم تكتمل الصورة كاملة بالأهداف طويلة المدى. هذه في أحد استخداماتها. الاستخدام الثاني ممكن نستخدمه في حالات التدريب، إنه شخص أنا بدي أقوم بتدريبه على كتابة الأهداف، صعب إنه أجيبه أقعده وأقول له تعال بدي أناقش أنا وياك الأهداف بعيدة المدى والخطة الاستراتيجية وشو بدك تحقق خلال 20 ولا 30 سنة من حياتك أو 50 سنة اللي هم عمرك. صعب إني أحكي معاه بهاي الطريقة، فبدي أبدأ معاه بالأهداف قصيرة المدى. بدي أدربه على الأهداف قصيرة المدى ثم بدي أنتقل معاه بالإطار العام اللي وضعه في الأهداف قصيرة المدى إلى الأهداف متوسطة المدى، قوم ببنائها ثم ينتقل إلى الأهداف طويلة المدى. لكن في
استخدام هاي الطريقة في نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها، اللي هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية راح أحكي عنها بالتفصيل بعد شوي. عند استخدام الطريقة الأولى للتدريب أو لمحاولة وضع الأهداف بعيدة المدى أو الخطة الاستراتيجية، يجب أن ننبه الشخص أو يجب أن ننتبه أنه بعد كتابة الأهداف طويلة المدى ستتغير كثير من الأهداف قصيرة المتوسطة والقصيرة. إذا بعد كتابة الأهداف طويلة المدى لابد من إعادة كتابة الأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وبالتالي أنا برجع للشكل الثاني أنه دائما الأهداف طويلة المدى هي التي تحدد الإطار الكلي للخطة، تتفرع منها الأهداف متوسطة المدى وتتفرع منها الأهداف قصيرة المدى. الآن بدنا ننظر إلى هذه المقارنة بين الأنواع الثلاثة للأهداف. طبعا زي ما حكيت أنه حتى لو بدأت أنا بالأهداف قصيرة المدى ورجعت أو انطلقت من الأهداف قصيرة المدى، عفوا هاي الأهداف قصيرة المدى وليست بعيدة المدى، هذه الأهداف قصيرة المدى متوسطة عفوا، بدأت بالأهداف قصيرة المدى حددت إطار، هذا الإطار نقلت إلى أهداف متوسطة المدى، كتبت انطلقت منها لكتابة الأهداف بعيدة المدى أو طويلة المدى، بدي أعود لكتابة الأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى بشكل يعني أكثر تطبيقا وأكثر ملائمة للأهداف بعيدة المدى. الأخت سوسن تشير إلى أنه برأيي الطريقة الثانية لحالات الطوارئ والأولى عند عمل أجندة مرتبة مثلا بداية السنة أو بداية العمل، سنتطرق لهذه الجوانب بشيء من التفصيل إن شاء الله. سلايد المقارنة هل هو واضح ولا لا؟ واضح نعم تقريبا، يعني في اختلاف شيء بسيط في التنسيق. طبعا في هذا الجدول نحن نجري مقارنة ما بين الأنواع الثلاثة للأهداف أو المستويات الثلاثة، بدناش نتحدث عنها أنواع لأنه الهدف واضح، بينما المستويات هذه الأهداف هي التي تختلف، قصيرة المدى، متوسطة المدى، طويلة المدى. بدنا نقارن بين هذه المستويات من حيث المدة. الأهداف قصيرة المدى تبدأ مدتها من ساعة أو أقل وتنتقل أو وتستمر حتى سنتين، يعني طبعا في بعض الكتب يشير إلى سنة، بعضها يشير إلى أقل، بعضها يشير إلى سنة ونص، بعضها إلى سنتين، يعني باختلاف المدارس الفكرية التي تتناول هذه المواضيع، إنه الأهداف قصيرة المدى تبدأ من ساعة أو أقل لحد ساعتين، الأهداف متوسطة المدى ما بين سنتين إلى سبع سنوات، طويلة المدى هي الأهداف التي أضعها للتنفيذ خلال أو سبع سنوات، خلال سبع سنوات. من حيث الصياغة الأهداف قصيرة المدى واضحة ومحددة وهي عبارة عن مهام للتنفيذ، وهذه اللي تطرق إلها بعض الإخوة والأخوات عندما تحدثوا عن المهام، إنه لدي مهام في هذا اليوم سأقوم بإنجازها، هذه أهداف قصيرة المدى، أو لدي مهام خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر أو خلال هذه السنة أو السنتين، هذه هي الأهداف قصيرة المدى. طبعا يجب أن يكون واضحا في صياغة الأهداف قصيرة المدى أن تكون قابلة للقياس الفوري. عند بناء قائمة المهام لليوم اللي هي الأهداف قصيرة المدى في آخر النهار أو في آخر اليوم لابد أن يقوم الإنسان بتقييم خطته لهذا اليوم، إنه هل قام بتنفيذ المهام المطلوبة اللي هي الأهداف قصيرة المدى ولا ما قام بتنفيذها. إذن هي قابلة للقياس الفوري، تم تنفيذها أو لم يتم تنفيذها. الأهداف متوسطة المدى صياغتها أكثر عمومية لأنها بتتحدث عن فترة زمنية نوعا ما طويلة مقارنة مع قصيرة المدى، وأيضا قابلة للقياس على المدى المتوسط. يجب أن تكون يعني هناك إمكانية وقدرة لقياسها على المدى المتوسط اللي هي من سنتين إلى سبع سنوات. الأهداف طويلة المدى هي عبارات عامة جدا، وهي احنا قلنا انه الأهداف طويلة المدى هي التي تحدد الإطار الكلي لخطة
الشخص أو لخطة المؤسسة بشكل واضح. أيضا هي قابلة للقياس. نلاحظ أنه جميع المستويات الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس، إما قياس فوري أو قياس على المدى المتوسط أو قياس عبر السنوات، يجب أن تكون قابلة للقياس. الآن ننتقل إلى مصدره، ما مصدر الأهداف أو ما مصدر مستويات الأهداف؟ الأهداف قصيرة المدى يمكن، أو خليني أبدأ بالأهداف طويلة المدى. الأهداف طويلة المدى تؤخذ هذه الأهداف وتكتب من خلال رؤية ورسالة الفرد، من خلال الرؤية والرسالة التي قام الفرد بإعدادها. الأهداف متوسطة المدى تؤخذ من الأهداف بعيدة المدى. احنا حكينا أن الأهداف طويلة المدى تتجزأ إلى أهداف متوسطة المدى ثم تتجزأ إلى قصيرة المدى. فالأهداف طويلة المدى القصيرة المدى أو عفوا متوسطة المدى تؤخذ من الأهداف طويلة المدى أو بعيدة المدى. أيضا هذه الأهداف تؤخذ من تغيرات الأحداث عبر السنوات، يعني عند إعداد الأهداف لابد أن تحدث هناك بعض الأمور الطارئة، بعض التغيرات التي تحدث والتي لم تكن متوقعة، يجب أخذها بعين الاعتبار. على سبيل المثال، شخص كان ساكن في مكان معين، انتقل للسكن في مكان آخر، هذا المكان أصبح يحتاج حتى يتنقل من هذا المكان إلى من مكان سكنه إلى مكان عمله، أصبح بحاجة لشراء سيارة. الآن شراء السيارة هذه حدثت تغيرات عبر السنوات ما كان مخطط إلها، ما كان مخطط ينتقل، لكن الظروف أجبرته انتقال السكن، أو مثلا صاحب البيت صار بده البيت إذا كان مستأجرا، وبالتالي حدث عنده بعض التغيرات. هذه الأهداف أو هذه التغيرات يتم التخطيط لها من خلال الأهداف متوسطة المدى. أيضا الأهداف قصيرة المدى تؤخذ من الأهداف متوسطة المدى ومن الأحداث اليومية. في هذا الجانب لما بتحدث عن مصدر الأهداف يجب أن أشير إلى بعض النقاط المهمة. أهم هذه النقاط أنه دائما الخطة ليست شيئا جامدا، وإنما شيء مرن قابل للتغيير. فمن يعتقد أنه عند بناء خطته أصبح يمتلك كل شيء أو أصبح يخطط لحياته 100% فهو واهم. هناك بعض التغيرات التي تحدث مع الشخص نتيجة لأمور كثيرة جدا في الحياة، لابد من أخذها بعين الاعتبار وأن تكون هذه الخطة مليئة، أو عفوا هذه الخطة تتمتع بالمرونة. مميزات كل مستوى من هذه المستويات: الأهداف قصيرة المدى تتميز بأنها زي ما حكينا هي مهام يومية وأسبوعية وشهرية. المتوسطة المدى هي مهام سنوية، وطويلة المدى تحدد الإطار العام للفرد. طيب، يعني الأخوات كتبوا بعض التعليقات، جميل أن نعرج عليها، أنه حسب المرونة تكون حسب متغيرات الحياة. الأخت وفاء شكرا لك، الأخت حليمة بدر أحيانا تصبح لديك أهداف جديدة، جميل جدا، وهذه اللي أشرت له بأنه دائما الإنسان يجب أن يتمتع بالمرونة عند كتاب خطته، عند كتابة الخطة وكتابة الأهداف. نموذج الهدف الذكي Smart Goal. Smart Goal، طبعا هاي الكلمة Smart تعني كمصطلح كامل، Smart ذكي تعني باللغة الإنجليزية، S تشير إلى Specific, Measurable, Attainable, Relevant و Timely. أي هدف يكتب الإنسان أو يضع الإنسان لنفسه يجب أن يتمتع بخمس خصائص أساسية. أولا أن يكون الهدف محددا. شو يعني محدد؟ راح نعرج عليها عندما نعطي مثال. أيضا أن يكون قابل للقياس، وهذه تحدثنا فيها كثيرا، أنه دائما الأهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى يجب أن تكون قابلة للقياس. ولما نحكي قابلة للقياس يعني هل هذا الهدف تحقق أو لم يتحقق، هل الهدف تحقق بنسبة كذا أو لم يتحقق بنسبة كذا.
أيضا أن يكون قابل للإنجاز. وهذه النقطة للأسف يعني يقع فيها كثير من الناس. قابل للإنجاز يعني زي ما تفضلت الأخت وفاء أن تكون هذه الأهداف واقعية. طيب راح أرجع لها بعد ما أكمل التاليات الخصائص التالية. أن يكون أيضا هذا الهدف منتمي وأن يكون تايملي أو محدد بزمن. أعتقد أنه محدد وقابل للقياس ومحدد بزمن واضحات للجميع. شو يعني أن يكون أو ما معنى أن يكون الهدف منتمن؟ نقرأ تعليقاتكم. ماذا يعني أن يكون الهدف منتمن؟ ما أعتقد أنه السؤال صعب. جميل، بس خلينا نفكر فيه يعني حتى ما يظل المايك باتجاه واحد. بحب أنا التفاعل يكون أكثر. ما معنى أن يكون الهدف منتمي؟ أن يشترك في تحديدها الجميع. ممكن أخت وفاء توضيح أكثر؟ دكتورة ميرفت بتكتبي أنت بالعربي ولكن الكتابة طالعة عنا بالإنجليزي، ياريت تعيدي لنا كتابة الأشياء اللي كتبتيها. متجانس مع منظومتي المؤسسية أو الفكرية. جميل، متجانس. جميل، أن يكون مرتبط بالمجتمع، أن يكون في صلب واقعي بالنسبة للخطة، يناسب البيئة الموجودة. كمان شو يعني أنه الهدف يكون منتمي؟ مهم بالنسبة للشخص أو المؤسسة، يحقق أهداف شريحة من المجتمع. كمان شكرا لك دكتورة ميرفت، أعدتي لنا كتابة الأشياء اللي كنت بدك تكتبيها. كمان شو يعني أن يكون الهدف منتمي؟ أن يكون مرتبط بشخصيتي ومهم لدي. يعني منتمي لوطنه مثلا، ممكن مرتبط بالأشخاص بمؤسسة معينة. طيب الهدف المنتمي أن يكون هذا الهدف يعبر عن الخطة. في كثير من الأحيان نجد الأهداف بعيدة المدى للشخص في واد والأهداف قصيرة المدى في واد آخر. بتلاقي إنه الشخص عنده أهداف رائعة جميلة، أحلام وردية، ولكن عند تحويل هذه تحويل الأهداف طويلة المدى إلى أهداف قصيرة متوسطة المدى أو قصيرة، نجد أنها بعيدة كل البعد عن الأهداف بعيدة المدى أو الإطار العام للخطة أو الرؤية والرسالة. فأن يكون منتمي بحيث أن هذا الهدف يحقق جزء من الهدف الأكبر اللي أنا وضعته في متوسطة أو بعيدة المدى أو الرؤية العامة للشخص. هذه النقطة بدها تنقلني إلى أن يكون الهدف قابل للإنجاز. ما معنى أن يكون الهدف قابل للإنجاز؟ نقرأ تعليقاتكم. ما معنى أن يكون الهدف قابل للإنجاز؟ طب أنا هدف وضعته ومن ضمن خط من الأهداف بعيدة المدى اشتقيته لأهداف متوسطة واشتقيته لأهداف قصيرة المدى. شو يعني قابل للإنجاز؟ على أرض الواقع يمكن تحقيقه، تحققه، لدينا الإمكانيات المطلوبة، أن يكون خطة العمل فيه مقبولة. جميل، تعليقات رائعة. أن يكون قابل للإنجاز يعني أن يكون هذا الهدف واقعي مش مستحيل تحقيقه. جميل. طيب قابل للإنجاز إذن يمكن تحقيقه على أرض الواقع. طيب ممكن أحد الإخوة أو الأخوات يسأل، طب هل الخيال ممنوع؟ هل الخيال عند كتابة الخطة ممنوع؟ لا الأخت ميسون، لا الأخت سحر، لا طبعا الأخت منيرة. كمان هل الخيال ممنوع؟ طب كيف أوازن؟ نعم، ويوضع ببند خاص ضمن حدود المنطق. طيب كيف نوفق بين الخيال والقابلية للإنجاز؟ الخيال يحفز الخطة. جميل جدا، شكرا لك الأخت منيرة. كيف نوفق؟ أنا راح أكتب السؤال بين الخيال والأهداف. في نموذج الهدف الذكي نشير إلى أنه يجب أن يكون الهدف قابل للإنجاز attainable، وقاعدين بنحكي عن الخيال. كيف نوفق بين الخيال والأهداف؟ نقرأ
من تعليقاتكم، الخيال يحفز الخطة لأن الخيال يعمل على إعطاء تصور نهائي للهدف. شكرا لك الأخت ميسون. الخيال ينمي الخطة الموجودة، جميل جدا. الخيال للأهداف بعيدة المدى فقط، جميل جدا. الخيال هو حلم، أما الأهداف فهي أعمال نسعى بها نحو الحلم، جميل جدا. كمان كيف نوفق بين الخيال والخطة أو بين الخيال والأهداف؟ إذا الخيال لا يمكن تحقيقه من خلال خطوات واضحة إذن لا يكون هدف، جميل جدا جميل جدا. إذن يعني من ضمن الأشياء اللي تحدثت عنها بدي أبدأ بما انتهت إليه الأخت ريم، إنه الخيال يجب من حق الإنسان أن يحلم وأن يتخيل، ولكن يجب أن يحول هذه الخيالات أو هذه الأحلام إلى أهداف قابلة للإنجاز. أيضا أحد الإخوة أو الأخوات أشار إلى أنه الخيال دائما يكون عند كتابة الرسالة والرؤية والأهداف بعيدة المدى، ولكن هذا الخيال بدي أحوله إلى واقع من خلال تحويل هذا الخيال إلى أهداف ضمن الشروط، الهدف الذكي أنها محددة قابلة للقياس قابلة للإنجاز منتمية لرسالتي ورؤيتي وأهدافي طويلة المدى، وأيضا محددة بزمن. إذا أنا أحلم عند بناء الإطار العام للخطة اللي هو الرسالة والرؤية والأهداف بعيدة المدى، ثم أنتقل لتحويل هذا الخيال إلى أهداف جزئية واقعية يمكن تحقيقها ضمن الإمكانيات وضمن الموارد المتاحة. ننتظر أو سننتقل الآن إلى مثال وتطبيق عملي على الأهداف. في عندي هدفين، الهدف الأول بتحدث الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة البريطاني عام 2020. أحد الأشخاص وضع هذا الهدف، والآخر وضع هدف الحصول على جائزة أفضل معلم. السؤال الأول، في أي مستوى تقع هذه الأهداف؟ الأول طويل المدى والثاني، الأول طويل والثاني قصير. الأخت سوسن إنه الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة البريطاني عام 2020 هذا هدف طويل المدى، والثاني الحصول على جائزة أفضل معلم قصير المدى. طيب كمان في أي، الثاني طويل المدى والأول قصير المدى، كمان الأول متوسط والثاني طويل، كلاهما الأخت وفاء بتقول يقع في المدى البعيد. الأخت جمالات طويل المدى ومتوسط. الأول الأخت سحر الأول طويل المدى. لو جينا للهدف الأول، الدورة وسيلة لتحقيق الهدف الثاني، جميل جدا، جميل أن نفكر خارج الصندوق. يعني من أجمل الأشياء اللي كثير بنبسط فيها أن يأتي الدارسين أو يأتي المتدربين أو يأتي الحاضرين بأفكار لم تكن على بالي. فالأخت ضاع الاسم، الأخت ريم تتحدث أنه الدورة اللي بدي أحصل عليها في البداية هي وسيلة لتحقيق الهدف الثاني، جميل جدا. الأخت منيرة بتقول طويل المدى ومتوسط المدى. الأخت ريم، الأخت ميسون مش فاهمين إيش المقصد. طيب إذن الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة البريطاني عام 2020. الآن الأشياء اللي تحدثنا عنها في السابق، هل هذا الهدف يقع في متوسطة أم قصيرة أم بعيدة المدى؟ واضح إنه هذا الهدف يقع في مستوى الأهداف متوسطة المدى إلى قصيرة المدى. يعني هذا الهدف ممكن أضعه إذا كنت أنا كتبته في عام 2018، وإذا كنا بدنا نكون حرفيين إنه لا سنتين لازم يكون مثلا، إذا أقل من سنتين قصيرة أو إذا أكثر من سنتين متوسطة، إذن هو يعني يقع في المستوى قصيرة المدى، متوسطة المدى، لأنه
بده سنتين من الآن حتى أقوم بتحقيقه. الآن هذا الهدف لو حاكمت وفق نموذج الهدف الذكي، هل هذا الهدف طبق الخمس شروط الأساسية في الهدف الذكي؟ وهي قابل للقياس، خلينا نكتبها حتى نتذكرها مع بعض، محدد بزمن، وهي الأهداف الخمسة اللي تحدثنا عنها، محدد، قابل للقياس، قابل للإنجاز، منتمي، محدد بزمن. هل هذا الهدف حقق الشروط الخمسة؟ نسمع منكم. منتمي، جميل أخت سوسن، بس حقق شرط منتمي؟ أمعنا النظر في هذا الهدف، في الهدف الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة البريطاني عام 2020، نيجي نحاكم هذا الهدف على نموذج الهدف الذكي، سنجد أنه أولاً محدد، واضع هذا الهدف بده يحصل على شهادة مدرب معتمد من معهد القيادة في بريطانيا، إذن حددوا بشكل دقيق جداً. النقطة الثانية إنه هذا قابل للقياس، يعني في عام 2020 إذا لم يحقق هذا الهدف بقدر أقول إنه هذا الهدف لم يتحقق، أو إذا حققه بقول تحقق الهدف، إذن هو محدد، قابل للقياس. هل هو قابل للإنجاز؟ هل هذا الهدف قابل للإنجاز؟ الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة البريطاني، هل هو قابل للإنجاز؟ نعم، يعني الآن في عندنا كثير من المعاهد التي تعمل كمندوبين وكوكلاء لمعهد القيادة في بريطانيا في الدول العربية، ممكن منح الشخص دورة تدريبية والحصول على اعتماد مدربين من معهد القيادة في بريطانيا. أيضا هل هذا الهدف منتمي؟ لو ربطنا الهدفين مع بعض، هل أنا كمعلم بدي الشخص اللي وضع الهدفين هو في النهاية بده يحصل على جائزة أفضل معلم، فهل دورة إعداد المدربين منتمية للحصول على جائزة أفضل معلم؟ بالتأكيد نعم، إذن هو أيضا منتمي. أيضا هذا الهدف محدد بزمن، هذا محدد بزمن، الحصول على دورة إعداد مدربين باعتماد من معهد القيادة بريطاني عام 2020، عام 2020. طيب الهدف الثاني ما رأيكم به من حيث مطابقته لخصائص أو مميزات الهدف الذكي السمارت جول؟ هل طبق الشروط المتعلقة بالهدف الذكي؟ نقرأ تعليقاتكم، ليس جميعها. شكرا لك الأخت سوسن، الزمن لم يتحقق. شكرا لك الأخت ريم، الأخت ميسون، ليس جميع الشروط، غير محدد، غير محدد وغير منتمي، قابل للقياس، جميل، كمان الزمن ما حدد لي زمن، جميل، كمان ليس جميع كمان. طيب أنتقل إلى الهدف، الحصول على جائزة أفضل معلم، هل هذا الهدف محدد؟ هل هذا الهدف محدد؟ نسمع منكم. محدد الأخت ميسون تحكي، الأخت سوسن تحكي محدد، الأخت سحر نعم محدد، نعم الأخت جمالات كمان. رأي البقية، التفاعل جزء مهم، الأخت وفاء نعم محدد. طيب أنا برأيي الشخصي اللي مش راح أفرضه عليكم إنه هذا الهدف غير محدد، يعني عليك الأخت ريم، بالنسبة لصاحبه غالبا هو محدد، لكن إحنا مش عارفين معلم بشو. شكرا. هذا الهدف غير محدد، احنا بنعرف انه سنويا في عندي عشرات المسابقات، عندي عشرات المسابقات التي تتحدث عن جائزة افضل معلم، مرات بتكون الجائزة افضل معلم على مستوى المدرسة، مرات على مستوى المنطقة التعليمية، مرات على مستوى مثلا البلد، مرات على مستوى العالم، زي ما العام الماضي حققت المعلمة الفلسطينية جائزة افضل معلم على مستوى العالم. اذا في هذا الهدف ما حدد كاتب هذا الهدف انه بده يحصل على جائزة افضل معلم في اي مستوى، هل في المستوى على مستوى مدرسته، على مستوى منطقته، على مستوى
العالم، على مستوى الوطن العربي، على مستوى الدولة التي يعيش فيها، وبالتالي هو غير محدد. فهذا الشخص اللي كتب هيك هدف ترك نفسه في حالة من الغموض وترك الآخرين في حالة من الغموض. ليش؟ لأنه أنا لما بدي أعد نفسي للمنافسة على جائزة أفضل معلم على مستوى مدرستي، أكيد الاستعدادات اللي راح أعملها والأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى اللي راح أشتغل عليها ما راح تكون زي الأهداف اللي راح أكتبها وأشتغل عليها وأعمل على تنفيذها إذا كنت داخل مسابقة على مستوى العالم، بدي أحصل على جائزة أفضل معلم على مستوى العالم، وبالتالي هذا الهدف غير محدد. أيضا هذا الهدف غير قابل للقياس. لنفرض أنه الحصول على جائزة أفضل معلم، كاتب هذا الهدف كان داخليا يطمح للحصول على جائزة أفضل معلم على مستوى مثلا المملكة العربية السعودية، هذا الشخص على مستوى مدرسته حقق جائزة أفضل معلم أو معلم الشهر في أحد المدارس، هو فعليا لم يحقق الهدف الذي يريده، وبالتالي غش نفسه بحيث أنه لم يحقق الهدف المرجو. إذن هذا الهدف أيضا غير قابل للقياس، غير قابل للقياس لأنه الشخص مش واضح عنده الهدف شو اللي بده إياه. هل هو قابل للإنجاز؟ نعم هو قابل للإنجاز، قابل للإنجاز، ولكن بالمستوى العمومي زي ما حكينا، ممكن يحقق على مستوى مدرسته، ممكن يحقق على مستوى العالم، ممكن يحقق على مستوى الدولة. أيضا هذا الهدف منتمي، يعني لنفرض أنه هذا الشخص معلم، هل هذا المعلم أو عفوا هذا الشخص هل وضع هدف منتمي له ولأهدافه ولرؤيته ولرسالته؟ نعم هو منتمي، هو معلم ويسعى للحصول على جائزة أفضل معلم. أيضا عفوا هل هو محدد بزمن؟ هو غير محدد بزمن، هو غير محدد بزمن، ما قال لي السنة هاي، السنة القادمة، الشهر هذا، بعد 10 سنوات أنا بجهز في نفسي أحصل على جائزة أفضل معلم، ممكن بعد 10 سنوات، وبالتالي هو غير محدد بزمن. إذن هذه نماذج من الأهداف، كيف أعطينا مثال على هدف طبق شروط السمارت جولز أو الأهداف الذكية، و أحد الأهداف التي لم تحقق هذه الشروط. طبعا يجب أن يكون صادقا، ما هي نقاط القوة التي أمتلكها وما هي نقاط الضعف الموجودة لدي؟ في أحد المدربين المشهورين عندنا في الأردن، في أحد اللقاءات في ورشة تدريبية قاعدين بنتحدث معاه، فبيحكي عن موضوع مقابلة له، فقال أنا سئلت في أحد المقابلات في أحد الشركات الكبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، وهو الآن يعمل مستشار لأكثر من شركة، بيقول عند سؤال عندما سألتني لجنة المقابلة عن نقاط القوة لدي، أجاب بعبارة بسيطة جدا، نقاط القوة لدي تتلخص في أنني أعرف نقاط ضعفي. شو رأيكم بهذه العبارة؟ نقطة القوة لدي هي أنني أعرف نقاط ضعف، ما بدي صحيحة ولا خاطئة، بدي نحاول يعني نحطها بالخلاط بمصطلحاتنا البلدية، يعني بدنا نفكر فيها أكثر. يعني أجاب إنه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، جميل، أفضل نقطة قوة إني أعرف نقاط ضعفي. طب شو فائدة إني أعرف نقاط الضعف لدي؟ إنسان ذكي بحيث ينمي المنقوص، شكرا لك دكتورة ميرفت. ما فائدة معرفة نقاط الضعف لدى الإنسان؟ أجعلها نقاط قوة، جميل جدا، أنطلق من الأشياء الضعيفة لدي وتصبح نقاط قوة، بقدر أحدد كيف أتعامل معها، جميل جدا. إذن الشخص إذا تعرف إلى نقاط الضعف لدي، وضع الخطة للتخلص منها، شكرا لك الأخت منيرة، وضع الخطة للتخلص من هذه النقاط، وبالتالي أصبحت نقاط قوة، فهو حول نقاط الضعف إلى نقاط
قوة. أيضا البيئة الخارجية، إنه ما هي الفرص المتاحة لدي وما هي المخاطر التي قد تواجهني عند الرغبة في بدء في تنفيذ أهدافي. طبعا هذا التحليل يعني لو معنا وقت، أو لو إن يعني وجها لوجه نعمل في مكان أو في قاعة تدريبية لازم نطبقه، فأنا أتمنى من جميع الإخوة والأخوات أنهم يقوموا بتطبيقه بعد انتهاء هذا اللقاء أو في أي وقت آخر، أنه فعلا يجلس الشخص منا مع نفسه ويحدد نقاط القوة لديه وما هي نقاط الضعف، ما هي الفرص المتاحة لديه، وما هي المخاطر التي تعيق تحقيق أهدافه بشكل عام. الآن ننتقل إلى عجلة التوازن وكيفية إدارتها. هذا أيضا من التطبيقات التي يمكن من خلالها بناء الخطة بشكل متوازن. عجلة التوازن وكيفية إدارتها هي عبارة عن 8 محاور أساسية، الجانب أو 8 جوانب: الجانب الصحي، الجانب الوظيفي، الاقتصادي، الديني، الشخصي، الترفيه، العائلي والاجتماعي. هذه العجلة تشير إلى الجوانب الأساسية في حياة الفرد التي لا يمكن أن ينجح تطبيق أي خطة بدون أخذها جميعها بعين الاعتبار. يعني لا يمكن أن تكون خطتي مبنية على أو موجهة نحو الجانب الوظيفي واجتماعيا فاشلة، أو ترفيهيا فاشلة، أو على المستوى الشخصي مش ناجحة، أو على مستوى الديني مش ناجحة. وبالتالي هذه العجلة هي عبارة عن دائرة تتضمن 8 جوانب أساسية. طبعا في بعض الكتب وبعض المراجع بتكبرها ل10، بعضها بيصغرها، لكن يعني دائما التوازن في كل شيء أو خير الأمور أوسطها، إنه 8 جوانب: الصحي، الوظيفي، الاقتصادي، الديني، الشخصي، الترفيهي، العائلي، الاجتماعي. أي شخص ناجح لو قرأنا في جميع الجوانب، لو قرأنا أو هذه العجلة لو قرأنا في سير بعض الأشخاص الناجحين سنجد أنه يولي جميع هذه الجوانب اهتمامات نوعا ما متوازنة، يعني لا يبني خطته على جانب معين. طبعا أكيد زي ما تفضلت الأخت سوسن أنه إذا كانت أهداف شخصية وليست مؤسسية، نحن في هذا اللقاء أو في هذا التدريب نتحدث عن الخطط الشخصية وصناعة الأهداف الشخصية. طيب الآن كيف بدي أشتغل أنا على عجلة التوازن وكيفية إدارتها؟ هذه هي العجلة: فاينانس، اقتصادي، التطور الشخصي، الصحي، العائلي، العلاقات، الحياة الاجتماعية، الاتجاهات أو الجانب الديني والوظيفي. الآن هذه مرقمة من 1 إلى 10. حتى أبني عجلة التوازن أو عجلة الحياة وأقوم بموازنتها، ياريت الأخوة والأخوات بس هيك بشيء من الانتباه حتى نوضح مفهوم عجلة الحياة وكيف نوازن بينها. الآن نأتي مثلا إلى الجانب الاقتصادي. زي ما حللت في تحليل السوات إنه ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف وما هي الفرص والمخاطر، الآن بدي أطبق أيضا هذا التمرين. إنه في الجانب الاقتصادي فعليا أنا قديش من 10 اهتماماتي في الجانب الاقتصادي؟ يعني هل أنا شخص لا أولي الجانب الاقتصادي اهتماما وبالتالي راح أعطيه 2 من 10، ولا هل أنا شخص يعني المادة تؤثر في حياتي أعطيته 9 من 10؟ الآن بنتقل إلى الجانب الثاني، البيرسونال جروث أو التطور الشخصي. قديش أنا بقضي من وقتي وجهدي في تطوير ذاتي؟ هل أنا مش مولي نفسي اهتمام بعطيه 1 أو 2 أو 3، ولا هل أنا معطيها زيادة عن اللزوم 9 ولا 10؟ وهكذا في كل الجوانب. الآن بعد ما أرسم مثلا اخترت 10، اخترت أنا 8، اخترت 6، اخترت 2، نكمل حديثنا عن عجلة الحياة وكيفية إدارتها وإحداث التوازن بينها. زي ما حكينا بنروح لكل جانب من الجوانب وبنظر إلى، طبعا أيضا في هذا التحليل يجب أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. الجانب الاقتصادي قديش أنا أولي الجانب الاقتصادي اهتمام من حياتي؟ 1 أقلها و10 أكثرها. بعد ما أرسم كل الرسمات أو بعد ما أمر على كل الجوانب 8 في هذا الشكل، تكتمل عندي الصورة وبقدر أحدد إنه وين في جوانب أنا أعطيتها اهتمام
زيادة، وين في بعض الجوانب أنا مش معطيها اهتمام، وبالتالي ببدأ بالموازنة فيها. هذه هي عجلة الحياة وكيفية إدارة التوازن فيها. سؤال القوي، متى نقوم بإجراء، عفوا خلينا أرجع للشكل بس حتى إذا حدا عنده أي سؤال. الأخت ريم، هذه الدائرة للتقييم؟ لا، هذه ليست للتقييم وإنما للتحليل. بدي أحلل أنا الوضع القائم زي تحليل سوات. تحليل سوات بدي أحدد لي أنا وين، ما هي الأرضية اللي بدي أنطلق منها، شو هي نقاط القوة اللي بدي أنطلق منها، شو هي نقاط الضعف اللي بدي أعمل على معالجتها، ما هي الفرص المتاحة لدي اللي ممكن تدعم خطتي أو تدعم تحقيق أهدافي، ما هي المخاطر التي تواجهني. هنا نفس الشيء، قبل ما أبدأ أنا بكتابة الخطة أنا بدي أحلل، بدي أشوف ما هي الأرضية التي سأقف عليها وأنطلق منها، يعني لتقييم وضعي الحالي بكل جانب. نعم، مش بس التقييم، أو عفوا مش بس التحليل، أيضا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أنا بدي أحلل أو بدي أحلل الوضع القائم عندي وأحدد التوازن. يجب أن تكون الأمور متوازنة، يعني ما جانب يطغى على جانب بشكل ملحوظ. هسا ممكن أنا أقبل أنه أحد الجوانب عنده الاهتمام 7 والجانب الثاني 5، لكن مش ممكن أقبل مثلا أنه أحد الجوانب عندي 10 اهتمامه أو الاهتمام به 9 ولا 10 وأحد الجوانب ما فيه اهتمام. هاي اللي قصدته أنا بالتحليل، أنه أنا بعد ما أحلل أيضا بدي أقوم بإجراء التوازن، أنه الجوانب اللي أنا معطيها اهتمام كبير يجب أن أقلل من هذا الاهتمام وأحول هذا الاهتمام إلى جوانب أخرى. إذا حدا عنده أي استفسار لحد الآن يعني أنا جاهز، بس أنا معطي وقت في نهاية اللقاء حتى يعني نتناقش بشكل موسع إن شاء الله. طيب الآن ننتقل لهذا السؤال، متى نقوم بإجراء تحليل SWOT وعجلة التوازن، هل قبل بناء الخطة أم بعد بناء الخطة؟ نسمع منكم، هل هو إجراء تحليل SWOT وعجلة الحياة والتوازن، هل نجريه قبل أم بعد، قبل بناء الخطة أم بعد بناء الخطة؟ بعد. الأخت ريم، قبل وخلال وبعد إجراء الخطة، جميل جدا، شكرا لك أخت ميسون كمان. وقبل التنفيذ يعني بعد وقبل، جميل، قبل وخلال وبعد، شكرا لك دكتورة ميرفت. قبل وبعد الأخت منيرة، شكرا لكم. إذا هناك اتفاق إنه التحليل لا يجرى، الأخت جمالات قبل وبعد، الأخت سحر قبل وبعد، شكرا لكم، الأخت فاتنة من البداية حتى النهاية، جميل جدا. إذا أنا في كل المراحل في عندي إشي اسمه متابعة وتقييم، راح أتحدث عنه في النهاية كمان بعد قليل. في عندي تحليل في كل مرحلة حتى أشوف حالي أنا وين، ماشي صح ولا مش ماشي صح، هل أنا فعلا بستفيد من نقاط القوة ونقاط الضعف وبحسن الفرص وبتجاوز التحديات، هل أنا ما زال التوازن موجود عندي في عجلة الحياة ولا صار أحد الجوانب طغى على جانب آخر. إذا إجراء التحليل، تحليل الصوت أو عجلة الحياة يكون فعلا قبل بناء الخطة وأثناء بناء الخطة وتنفيذها وبعد تحقيق كل هدف، لأنه تحقيق الأهداف أصبح نقطة قوة إلي، فأنا بنطلق منه بعد التحليل، بعد تحقيق مجموعة من الأهداف أو بعد تحقيق الأهداف قصيرة المدى، هذه الأهداف أصبحت نقاط قوة، هذه الإنجازات التي تحققت أصبحت نقطة قوة أنطلق منها للأهداف متوسطة المدى وبعيدة المدى وهكذا وصولا إلى تحقيق الهدف والرؤية. إذن التحليل وعجلة الحياة أو عجلة التوازن يجب أن يكون قبل وفي أثناء وبعد بناء. طيب مبدأ بريتو هو مبدأ وضعه هذا البروفيسور الجامعي الإيطالي. الآن نرجع لمبدأ بريتو، مبدأ بريتو هذا بروفيسور جامعي إيطالي وضع هذا المبدأ، وهذا المبدأ ينص على رقمين 80-20. شو يعني هذا المبدأ؟ مبدأ بريتو ببساطة، فإن وضع مبدأ بريتو أو قاعدة 20-80 يؤكد على ضرورة التركيز على ما هو مهم بالنسبة لنا وتجاهل البقية.
في معظم الحالات 20% من الأشياء المتراكمة لدينا مهمة بالنسبة لنا، في حين أن 80% الأخرى هي تافهة عادة إن لم تكن عديمة الفائدة. إذا تم التعامل مع 20% الأولى والتركيز عليها، فإن 80% المتبقية ترعى نفسها بنفسها. هذا المبدأ طبعا مبدأ عام يستخدم في العلم الاقتصادي، يستخدم في علم الاجتماع. احنا هنا بدنا نستخدمه في تحقيق في التخطيط وصناعة الأهداف وفي إدارة الوقت. شو يعني؟ بتحدث أو يمكن تطبيق هذا المبدأ على الوقت، إنه في تنظيم الوقت 80% من وقتك يصرف على 20% من المهام أو الأشياء. فعليا لو كل شخص منا في آخر السنة جلس مع نفسه وفعلا حصر قائمة بالأهداف أو بالأشياء أو بالإنجازات التي قام بتحقيقها خلال العام، سنجد أنه استهلك فقط 20% من الوقت، و80% من الوقت هو كان يصرف على أشياء عديمة الفائدة. ومن هنا جاء الحديث عن التخطيط وصناعة الأهداف، إنه كلما كان لدى الإنسان خطة، كلما كان لدى الإنسان أهداف يسعى لتحقيقها، كانت الاستفادة من الوقت أكبر ما يمكن. طيب، أهم نقطة في ترتيب الأولويات هو أن يكون لديك خطة تسير وفقها. ما رأيكم بهذا القول؟ أهم نقطة في ترتيب الأولويات هو أن يكون لديك خطة تسير وفقها. صحيح، أكيد إن لم تخطط يخطط لك. جميل جدا هاي العبارة، يعني شكرا لك الأخت فاتنة. إن لم تكن لديك خطة ستكون جزءا من خطط الآخرين. جميل جدا دكتورة مرفت، شكرا لك. إذا أهم نقطة في ترتيب الأولويات هو أن يكون لديك خطة. إذا كانت لديك خطة تكون الصورة واضحة لديك. أكيد دكتورة مرفت هذه الخطة يجب أن تكون الخطة مرنة، وحكينا عن ذلك في البداية. الآن الخطة مجموعة من الأهداف، طويلة قصيرة، طويلة متوسطة قصيرة المدى. الآن تحولت إلى مهام، هاي المهام تأخذ مكان في سلم الأولويات للشخص وبالتالي يسعى إلى تحقيقها. هذا الجدول بتحدث، وهذا مشهور وضعه ستيفن كوفي، بتحدث عن أنه دائما الأمور التي تحدث في حياتنا إما عاجل أو غير عاجل، وإما مهم أو غير مهم. الآن التقاء العاجل مع المهم بيعطيني مربع المهم العاجل، و مربع آخر مهم غير عاجل، غير مهم غير عاجل، غير مهم غير مهم وغير عاجل، هنا عاجل وغير مهم، عفوا هنا غير مهم وعاجل، هو التقاء العمود مع الصف. طيب السؤال هنا، أين يقع الأشخاص الناجحون من هذا المربع؟ في أي مربع يقعوا الأشخاص الناجحون؟ هل يقعوا في المربع الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ نسمع منكم أو نقرأ كتابات. مهم غير عاجل، الأخت ريم كمان غير عاجل. الغير عاجل ممكن يحتمل مهم وغير مهم، فبدنا نكون أكثر تحديدا، مهم وغير عاجل الأخت فاتنة. نعم فعلا الأشخاص الناجحون، الأشخاص الذين يخططون لحياتهم يقعوا في المربع المهم غير العاجل. نعم أخت جمالات، يقع الأشخاص الناجحون الذين يخططون لحياتهم يقعون في هذا المربع المهم غير العاجل. مثلا طارئ ومهم أو عاجل ومهم، شخص مريض بحاجة للمساعدة، هذا لا يمكن تأجيله وهو غير مخطط له. طارئ مهم وغير طارئ، التحضير لاجتماع أو محاضرة. طارئ وغير مهم، دعوة على العشاء غير مرتبة. غير طارئ وغير مهم، مشاهدة برنامج تلفزيوني. هذه بعض الأمثلة على ذلك. إذن الشخص الناجح يقع في مربع المهم وغير الطارئ. إذن دائما الشخص الذي يخطط لحياته كل ما خطط له هو مهم ولكنه غير طارئ، لأنه وقت ومحدد وفق جدول الأولويات، وبالتالي يقع في هذا المربع. الأشخاص الذين لا يخططون لحياتهم في الغالب يقعوا رهينة لهذا المربع الطارئ المهم. دائما كل شيء عنده مهم، مشاهدة المباراة مهمة، عنده جامعة مهمة،
عنده مثلا لقاء مع صديق من 10 سنوات ما شافه مهم، وكلها طارئة، إذا يقع في هذا المربع. بناء على المربع السابق يمكن لكل شخص تحديد أولوياته حسب هذا الجدول. يعني هذا الجدول أو هذا الشكل اللي اقترحه ستيفن كوفي هو الذي يمكن من خلاله أن نحدد أولوياتنا ونقوم بترتيب أولوياتنا وفق الخطة التي أعددناها مسبقا. تنفيذ الأهداف، خلينا ننظر للشكل هاب. برأيي مو شرط الناجح مهم وغير عاجل، لأني مو أنا اللي بتحكم في الطوارئ. جميل أخت سوسن، شكرا لك على هذا الإضافة، أنه مش دائما، نعم الشخص الناجح مهم وغير عاجل صحيح. احنا تحدثنا عن نقطة الطوارئ، يعني لنفرض نرجع للشكل، لنفرض انا عندي خطتي، عندي اولوياتي التي قمت باعدادها مسبقا، ولكن حدث ظرف طارئ. مثلا انا عندي طفل، هذا الطفل مرض بشكل مهم، الان اولى الاولويات تتطلب مثلا اسعاف هذا المريض او عرضه على الطبيب او ما شابه ذلك، وبالتالي صحيح انه الخطه مش جامده تتمتع بالمرونه، صحيح انه في بعض الاحيان تقع او نقع جميعنا رهينه لهذا المربع الطارئ المهم، ولكن قدر الامكان الشخص الذي يخطط جيدا يعني يقلل من وقوعه في هذا المربع، لا يلغيه ولكن يقلل منه. ومن النجاح فعلا اني استطيع اتعامل مع الهدف الطارئ. جميل جدا. طيب ننتقل الى تنفيذ الاهداف. تنفيذ الاهداف عندي برضو شكلين، كيف ممكن انا امشي فيهم، تصاعديا ام تنازليا؟ واحد تصاعديا، اثنين تنازليا. بدنا سريعا هيك الرد لان الوقت بدا يداهمنا. كيف نقوم بتحويل الاهداف من العقل الى اهداف مكتوبة ومهام؟ اذا كنت تعتقد انه تصاعديا بحسب الشكل نكتب واحد، اذا تنازليا نكتب اثنين اذا تكرمت. واحد الاخت ريم، يعني نبدأ بوضع الرؤية ثم ننتقل. الاخت سوسن، نعم من واحد الى من الرؤية والرسالة ثم ننطلق. الاخت جمالات، الاخت رابعة، واحد تصاعدي زي ما هو موجود. اذا هناك اتفاق في البداية واحد والتنفيذ اثنين. جميل جدا، شكرا لك اخت ميسون، انه انا عند بناء الخطة بدي اصعد فيها تصاعديا. عندي رؤية ورسالة، الاطار العام او الاطار الكلي، بدي احول الرؤية الى اهداف بعيدة المدى، ثم هذه الاهداف تتحول الى متوسطة، ثم قصيرة المدى اللي هي الخطط السنوية، ثم تتحول الى مهام شهرية اسبوعية يومية. جميل جدا. الأخت ميسون تحدثت أنه في البناء أنا ببدأ من الكبير، يعني من الإطار العام، وبتفرع فيه حتى أصل إلى المهام الشهرية، لكن عند التنفيذ بنطلق من الأهداف الصغيرة بالمهام ثم أبدأ تصاعديا لتحقيق الرؤية والرسالة. أيضا هنا بدي أعود وأذكر في نقطة، أنه أنا ممكن أمشي عكسي بهذا الاتجاه. متى؟ مين بتذكر؟ متى ممكن انا امشي عكسي؟ مين يذكرنا قبل ما ننهي؟ نشوف مين اللي ضل معنا بدرجه عاليه من الانتباه. متى ممكن احنا نتحرك بالاهداف بالعكسي؟ خلال التنفيذ تظهر الحاجه الى خطط مرحليه وتقييم مرحلي. شكرا لك دكتوره ميرفت. اشرنا احنا انه اذا كان في مرحله التدريب او اذا كان الشخص مش واضح عنده الخطه والرؤيه، فانا ببدا معاه بمهام يوميه تتحول الى اسبوعيه، تتحول الى شهريه، خليه يكتب خطته السنويه، اهداف متوسطه المدى، رؤيته، بعد ما يكتب اهدافه بعيده المدى ثم الرؤيه والرساله. هذا الشكل يعني يعطينا مثال على كيف ننتقل. اكبر شيء لدى الانسان ممكن يكون موجود اللي هي الرساله الموجود الها، وانا هنا معطي مثال عملي. أحد الأشخاص لديه رسالة أن يقدم خدمة مميزة في الجوانب الاجتماعية والنفسية، هذه رسالته. رؤيته أن يكون المدرب رقم واحد في مجال العلوم الاجتماعية والإنسان النفسية في الوطن العربي. هذه الرؤية ستتحول إلى أهداف بعيدة المدى، أن يصبح مدرب دولي معتمد في جميع برامج تعليم التفكير،
هذا هدف عام جدا. عفوا، الأهداف متوسطة المدى الحصول على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، أهداف قصيرة إقرار مخطط أطروحة الدكتوراه ومناقشته. إذن في هذا أنا بعطي مثال بشكل سريع على كيف نحول الرسالة والرؤية إلى أهداف بمستوياتها الثلاث. عوامل تنفيذ أو عوامل نجاح تنفيذ أي هدف، يجب أولا الأخت سوسن في مدرسة تعطينا مثال أنهم بدأوا بوضع الرؤية والرسالة، ثم خطة استراتيجية فصلية، ثم خطة تشغيلية، ثم خطة تنفيذية شهرية. نعم، هذا النموذج أو هذه الاستراتيجية المتبعة في الشركات، لأنه تكون لديها رؤية ورسالة ثم ينطلق منها. لكن لما بتحدث عن بعض الأشخاص خصوصا في مرحلة التدريب، لما بدي أدرب شخص أو شخص، صعب أنه تكون الصورة الإطار الكلي واضحة له. ببدأ معاه بالطريقة العكسية، بالمهام اليومية، الأسبوعية، الشهرية، السنوية، قصيرة، متوسطة، بعيدة، ثم رؤية ورسالة. عوامل تنفيذ أو عوامل نجاح تنفيذ أي هدف، أولا الرغبة. يجب أن تكون لدى الفرد رغبة جامحة بتحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه. ثانيا القرار، يجب أن يكون لديه قرار داخلي بالسير وفق هذه الخطة، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب المرونة. أيضا التطبيق، أن يكون قادرا على تطبيق الأهداف، وأن لا تبقى هذه الأهداف كما يقال حبر على ورق. الانضباط، لأن يلتزم بما جاء بالأهداف، بأن يلتزم بما جاء بالأهداف التي وضعها في مرحلة. الأصل أن يكون أو أن تكون الصورة لديه واضحة. شو يعني الانضباط؟ في بعض الأحيان أن شخص أقدم على تنفيذ هدف معين، الآن شعر أن هذا الهدف ما راح يتحقق فانسحب. هنا لا، الأصل أنه الشخص عندما قام بتحليل نفسه، تحليل الفرص والنقاط القوة والضعف والمعوقات والفرص، الأصل أن الهدف الذي كتبه قادر على تحقيق، وبالتالي يجب أن يلتزم به وأن يكون منضبطا لتحقيقه، وأن لا يخرج عنه، وأن لا يتنازل عن تحقيق هذا الهدف. العزيمة ضرورية جدا، لأن الإنسان بمر بمراحل بتكون يعني بواجهه مشاكل، بواجهه أحداث تقلل من عزيمته. الأصل أنه دائما يكون لديه العزيمة القوية في تنفيذ الأهداف التي وضعها لأجله. الصبر، مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، لا يمكن تحقيق شيء بدون ما يكون لدى الإنسان جلد وصبر على تحقيقه. الالتزام، الإنجاز، والتركيز في الخطة التي وضعها. ننتقل للمتابعة والتقييم وتقديم التغذية الراجعة. بعد ما الإنسان تكونت لديه خطة عامة، بعد ما تكون لديه إطار كلي جامع لهدفه من هذا الحياة ورسالته ورؤيته، يجب أن يتمرن الفرد وأن يعمل بشكل دوري على قراءة الخطة الاستراتيجية الشخصية بين فترة وأخرى. دائما يمسك الأجندة اللي كتب عليها، أو الدفتر اللي كتب عليه، أو الكراسة اللي كتب عليها، ويبدأ بقراءة هذه الخطة حتى يعيد ضبط نفسه أو ضبط إيقاع الخطة، حتى يشوف حاله هل هو يسير بالطريق الصحيح أم أنه انحرف عن هذه الخطة. الاطلاع على الخطة السنوية بشكل دوري، التحمس والدافعية لإنجاز المهمات وشطها من كراسة العمل، تقبل التغيير وكن لينا. وهذه نقطة مهمة جدا، أنه اللي كتب في كراسة العمل يعني قابل للتغيير، قابل للتطوير، قابل للتحديث بما ترتئيه المصلحة. وأيضا يجب وفي البداية وفي النهاية وفي كل وقت أن نستعين بالله وأن نتوكل عليه في تحقيق كل ما لدينا. هذا يعني زي ما حكيت في البداية مفاتيح لبناء بناء الخطة وصناعة الأهداف. معنا 10 دقائق، طبعا في سلايد راح أنهي فيه، ولكن الآن يعني 5 دقائق. أي سؤال أو أي تعليق أو أي ملاحظة، المايك معكم وأنا إن شاء الله راح أرد.
الأخت الدكتورة ميرفت: من الخطوات التي أحببتها في عملي شطب ما أنجزت من كراسة عملي. جميل جدا هاي العبارة، إنه دائما الإنسان لديه تحفيز ذاتي، لديه دافع ذاتي في تحقيق الإنجاز وفي شطب المهمات. شكرا لك دكتورة ميرفت، تعطيني قوة دافعة أكيد. أيضا أي سؤال، أي ملاحظة، أي فائدة، أي تعليق، جاهز. طيب الآن بما أنه تحدثنا، شكرا لكم، يعني شهادة أعتز فيها. الأخت منيرة إيمان: الإنسان بنفسه يعطيه قدرة دائما على النجاح. شكرا لك. الأخت إشراق: شكرا جزيلا لك. ربنا إن شاء الله يبارك فيكم جميعا، وشكرا جزيلا لكم يعني على الوقت اللي منحتوني إياه. ما هي مفاتيح معرفة الإنسان لذاته؟ شكرا لك أخت فاتن على هذا السؤال. أعتقد أنه الشخص إذا طبق تحليل السوات وعجلة التوازن بشكل منطقي وبشكل موضوعي، أعتقد أنه راح يتعرف على نفسه بشكل صريح. مجرد ما الإنسان يكون صادق مع نفسه، يعرف ما هي مواطن القوة والضعف، وما هي الفرص والتهديدات، عجلة الحياة كيف هي، هل هي تميل نحو جانب معين أو هل هي متوازنة، أعتقد أنه راح يفهم نفسه. الأخت جملات: عجلة التوازن تنفع لجميع الأهداف والخطط. إذا كنت أتحدث عن خطة شخصية لشخص، نعم، لأن الشخص جسم وعقل وروح، لازم أنا أعالج الثلاث جوانب هذه فيه، ولازم تكون هذه الجوانب متوازنة. أما إذا كنت بحكي عن مؤسسة، لا، عجلة التوازن إلها بتختلف جوانبها، لكن التدريب أو النشاط نفسه، بس أنا بغير الجوانب اللي بتحدث عنها. ففي الشركات فيش عندي جانب صحي، لكن مثلا في عندي هامش الريسك أو المغامرة أو الخطر، وبالتالي هي نفس التطبيق لكن أنا بغير الجوانب. الأخت ميسون: كيف أضع توقعات للمخاطر؟ كل شخص الأصل أنه يعلم ما هي المخاطر التي قد تواجهه. مثلا إذا كنت مثلا بتحدث عن شخص مثلا على سبيل المثال من لاجئين، من أخواننا اللاجئين في لبنان، لديهم هناك من المخاطر الكثيرة جدا التي تواجهه. أو مثلا بتحدث عن شخص بيعيش في بلد غير مستقر أمنيا، أو في مجتمع غير مستقر أمنيا، هذا مخاطر. عصب. ممكن شخص تكون مخاطره على المستوى العائلي أو على المستوى الفردي. يعني التوقعات لا يمكن لأحد أن يضعها إلا الشخص نفسه، حتى أكثر يعني أكثر المستشارين خبرة وأكثر المدربين خبرة لا يمكن أن يضع توقعات للمخاطر لأي شخص إلا الشخص نفسه. أي سؤال آخر إخواني وأخواتي؟ جاهزين قبل أن نعيد المايك لأكاديميتنا الرائعة. طيب حابب أني أختم بهذه الكتب والقراءات المقترحة ذات العلاقة بموضوع المحاضرة، حتى فعلا نحقق الكلمة التي بدأنا لها، أنه ما تم مناقشته في هذا اللقاء هي مفاتيح لأبواب نسعى جميعا إن شاء الله لفتحها والدخول منها والإبحار فيها. أولا، من أكثر الكتب ذات العلاقة بموضوع المحاضرة كتاب كيف تخطط لحياتك للدكتور صلاح الراشد. ما يميز هذا الكتاب أنه يوفر تمارين تبدأ مع الفرد من كتابة الرسالة والرؤية، وتنتقل معه إلى كتابة الخطة الكاملة للحياة. طبعا هذا الكتاب متوفر على الانترنت بصيغة البي دي اف، ومعه كراسة العمل التي يعمل وفقها الشخص. كتاب رائع وقيم وجميل جدا. صحيح انه هذا الكتاب قديم، يعني انا قرأته قبل اكثر من 10 سنوات، ولكنه قيم وثري جدا، متوفر. أيضا هناك كتاب الخطة البراقة لذوي النفس التواقة للدكتور صلاح الخالدي، كتاب رائع. لكن هذا الكتاب عفوا كتاب الدكتور صلاح الخالدي بتحدث يعني
في جانب معين، انه كتابة الخطة لشخص له علاقة بطالب علم، طالب علم كيف يقوم ببناء خطته، لكن يمكن الاستفادة منه، وهو ايضا كتاب ثري وكتاب قيم وكتاب واضع يعني شخصية معروفة على المستوى العربي والإسلامي. كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية ستيفن كوفي، واللي بتحدث فيها عن إدارة الوقت، وهو أحد المواضيع الأساسية في بناء الخطة وصناعة الأهداف. أيضا كتاب إدارة الأولويات لستيفن كوفي، بتحدث بشكل معمق فيه أكثر عن كيف نحدد الأولويات وكيف نقوم بترتيبها. أيضا بتحدث فيها عن مربع الأولويات اللي حكيت عنه. أيضا كتاب الحياة تخطيط لكير كيشنر وبرينكمان، أيضا هذه من الكتب القيمة التي يمكن الاستفادة منها في موضوع التخطيط وبناء الأهداف. في النهاية شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة. أي سؤال أي استفسار قبل أن ننهي؟ جاهزين الأخ سامر، الله يعطيك العافية، أنا هيك أنهيت، أعطيكم ألف عافية.